بيبدأ الفيلم باتنين مخرجين من التلفزيون وهم داخلين السجن، وبيستقبلهم رئيس السجن وبيرحب بيهم وبياخدهم معاه علشان يشوفوا المسجون اللي هم جايين يستلموه. وبنشوفهم بعدها وهم بيصوروا المسجون بيتر وهو قاعد لوحده، وبيدخل عليه تلات مساجين علشان يهجموا عليه قدامهم ويشوفوا لو كان فعلا قوي زي ما بيتقال عنه. وأول ما بيشوفهم بيتر بيهجم عليهم وبتقوم معركة شرسة بينهم، ورغم ان عددهم اكبر منه لكن بيتر كان قوي جدا وقدر يتغلب عليهم وقتلهم كلهم قدام الكاميرا. ولما بيشوف الفيديو المنتج روبرت بيوافق يشتري المسجون وبيدفع ثمنه فلوس كتير، وبنعرف ان روبرت اكتر منتج مشهور في البلد وكمان ملياردير، لكن دايما بيبقى عاوز يكسب اكتر عن طريق عرض الحاجات المجنونة للجمهور، ومعظم فيديوهاته بتستهدف الناس اللي بتحب تتفرج على العنف. وكان معظم رؤساء السجن في الفترة دي فاسدين، واستغل روبرت الفساد بتاعهم علشان محدش يحاسبه على افعاله، وقرر يعمل مسابقة بين 10 مساجين محكوم عليهم بالاعدام، والمسابقة هتكون انهم هيسيبوا المساجين العشرة في جزيرة لوحدهم، وهيبقى مطلوب منهم يقتلوا بعض، والشخص الوحيد اللي هيفضل عايش هو اللي هيبقى حر وكمان هيكسب فلوس كتير. وبيدخل روبرت للفريق بتاعه الخيمة وبيتصدم لما بيقولوا ان في واحد من المساجين العشرة مات في السجن قبل المسابقة، واتضايق جدا علشان المسابقة هتكون بعد يومين ومفيش وقت عشان يجيبوا مسجون تاني افضل من اللي مات. لكن بيتكلم مع واحد من الفريق وبيعرفه انه في مسجون خطير هيبقى مناسب للمسابقة بتاعتهم، لكن هيختبروه الاول زي ما عملوا اختبار مع بيتر. وبنشوف بعدها حراس السجن وهم بينادوا على المسجون اللي هيدخل المسابقة وبيطلبوا منه يجهز علشان يدخل في قتال مع بقية المساجين. وبعدها بيدخلوا الاوض بتاعه المساجين وبياخدوا منهم 3 مساجين علشان يقاتلوا قدامه. واول ما بيدخل المساجين بيشوفوا المسجون وهو مربوط، وبيتكلم المسجون جاك مع رئيس الحراس علشان يساله عن اللي بيحصل، لكن رفض يرد عليه وامره يهجم على المسجون. وساعتها هجم عليه واحد من الثلاثه، لكن المسجون ضربه لكمات قويه وقتله في ساعتها. ولما جاك رفض يهجم عليه اتضايق الحارس وسلم المفاتيح للمسجون اللي هيدخل المسابقه علشان هو اللي يهجم على جاك. واول ما المسجون قرب منه قادر جاك يهزمه بضربتين بس، ووقع المسجون على الارض وفقد الوعي. وبيشوف روبرت بعدها الفيديو وبيكون معجب جدا بجاك، ولما عرف ان جاك هو كمان محكوم عليه بالاعدام قرر يضمه للمسابقه بدل المسجون اللي خسر قدامه. وبنشوف بعدها العشر مساجين وهم موجودين في القاعة قبل المسابقة، وبيمشي روبرت من وسطهم علشان يتعرف على كل واحد فيهم، وبيقرر يبدأ بجاك وبيتكلم معاه وبيفهمه انهم بيعملوا مسابقة بينهم، واللي يطلع منها عايش هيبقى حر وكمان هياخد فلوس كتير. واستغرب جاك من كلامه وفهمه ان المسابقة دي مستحيل تتعرض على التلفزيون. وهنا روبرت قال له انهم هيعرضوا المسابقة على النت علشان يضمنوا اكبر عدد من المشاهدات. وساعتها جاك فهم ان روبرت شخص طماع ومستعد يعمل اي حاجة علشان الفلوس، وعلشان كده بيتكلم معاه بطريقة وحشة وبيطلب منه يمشي من قدامه. وبيسمع كلامه روبرت وبيتكلم مع مسجون تاني كان معاه مراته وهي كمان في المسابقة، وبيقف قدام المسجونة الأفريقية وبيلاحظ انها عنيفة جدا. ولما اتعصب مسجون منهم على روبرت هجم عليه الحراس وضربوه وقدروا يسيطروا على الموقف. وبيقف المساعد بتاعه قدامهم وبيقول لهم ان المسابقة مدتها 30 ساعة، وكل واحد فيهم مربوط على رجله حزام ناسف موجود فيه كمية كبيرة من المتفجرات علشان لو حد فيهم فكر يهرب. ده غير ان في طريقتين للتفجير، اول حاجة لو حد فيهم ضغط على الزرار الاحمر اللي في الحزام فساعتها هينفجر بيه في خلال 10 ثواني بس، وتاني حاجة لو حد فيهم لعب في الاسلاك بتاعة الحزام وحاول يقطعها فساعتها برضه هينفجر. وقال لهم ان الموضوع بسيط، يا اما تقتل او تتقتل. وبيروحوا بعدها بالطيارات الهليكوبتر للجزيرة اللي هتكون فيها المسابقة، وكانوا كلهم مستعدين جدا لقتل بعض على الجزيرة. وبدأ الحارس يرميهم من الطيارة ويوقعهم واحد واحد في البحر، لكن بيقع واحد منهم على سيخ حديد وبيموت قبل المسابقة. وبيتضايق روبرت جدا وبيتكلم معاهم في اللاسلكي علشان يمنعهم من قتل أي حد تاني قبل ما المسابقة تبدأ. وقبل ما ينزل الراجل الصيني بيضرب الحارس وبينط لوحده في البحر، وبيضحكوا كلهم على الحارس. وبعدها بينزل جاك على الرمل من غير ما ياخد المفتاح بتاع الكلبشات، وبيلاحظ المخرج بتاع روبرت ان كلهم نزلوا في مكان واحد وقريب قوي هتبدا الحرب. وبتشوف البت الافريقيه الراجل الصيني وبتحاول تهرب بعيد عنه، لكن بيهجم عليها الراجل الضخم وبيوقعها على الارض وبيضربها بعنف. وبتحاول البنت تقاوم قدامه وبتقدر تغرس في رقبته خشبه مسنونه، وبتضغط على الزرار الاحمر اللي في الحزام بتاعه وبينفجر المسجون وبيحصل انفجار رهيب. وساعتها بيفرح روبرت والفريق بتاعه كله، لكن السكرتيره بتاعته كانت متضايقه وهي شايفه الناس بتقتل بعض قدامها على الشاشه،
وبيشوف جاك واحد من المساجين وبيهجم عليه وبيضربه وبيخنقه بالكلبشات في رقبته، وترجاه المسجون يسيبه عايش وفهمه انه مش عاوز يهجم عليه وان مراته موجودة معاه في المسابقة وهو بيدور عليها، وبيصدقه جاك وبيتأثر بكلامه وبيقرر يسيبه عايش، وبيديله المسجون المفاتيح بتاعت الكلبشات وبيتمنى له يوم سعيد وبيسيبه وبيمشي. وفي نفس الوقت ده بيتقابل الراجل الأفريقي مع الصيني وبيدخلوا في قتال مع بعض، وبيقدر الصيني إنه يسيطر في البداية، لكن الأفريقي بيضربه لكمات قوية بعنف، وكان هيضغط على الزرار الأحمر في الحزام بتاعه، لكن الصيني قدر يبعد عنه وضربه الأفريقي مرة تانية وهرب بعدها من قدامه، وحاول الصيني يطرده بسرعة لكن بيتفاجئ بالمسجون جون وهو قاعد قدامه، وبيتفقوا إنهم هيتعاونوا مع بعض ضد المساجين، وبعدها هيدخلوا في قتال مع بعض وواحد فيهم هو اللي هيكسب. وبيتقابل جاك بعدها مع المسجون الضخم بيتر وبيحذره من الهجوم عليه، لكن بيتر مش بيهتم لكلامه، وأول ما بيهجم عليه بيضربه جاك ضربة قوية وبيوقعه على الأرض، ورغم ان جاك حذره مرة تانية لكن بيتر كان مصمم يقتله، ودخل في قتال عنيف مع جاك ودارت معركة شرسة بينهم. ورغم ان بيتر كان ضخم وقوي لكن جاك كان متدرب كويس وقدر بحركات بسيطة انه يسيطر على القتال، وفي وسط الحرب اللي بينهم بيضغط بيتر على الزرار الاحمر في الحزام بتاعه وبيضربه جاك على راسه بحجر وبيرميه من فوق الجبل، وبيقع بيتر وبينفجر الحزام وبيموت في ساعتها. وبيفرح روبرت والفريق كله علشان البث المباشر بتاع المسابقة وصل ل 12 مليون مشاهدة، وكانت المباحث الفيدرالية بيشوفوا المسابقة هم كمان، ومفيش حد حاول يتدخل علشان المسابقة كان فيها مساجين من كل البلاد، لكن بيعترض واحد منهم على المسابقة لأن كان فيها 2 أمريكان واللي كان من ضمنهم جاك، ولما بيبحثوا عنه بيعرفوا أنه كان بيخدم في القوات الخاصة بتاعة الجيش لمدة 14 سنة، ومن سنة فاتت الجيش بعته مهمة في المكسيك واختفى من ساعتها وافتكروا أنه مات، ولما الشرطي شاف جاك فهم أن شرطة المكسيك قبضت عليه واتحكم عليه بالإعدام، وقرروا يكلموا مراته علشان يبلغوها بالمسابقة ويعرفوا منها أي معلومات عن جاك. ولما بيتكلم معاها الضابط بتتصدم لأن الجيش بلغها إنه مات، وبتروح بسرعة للحانة بتاعت صديق جاك علشان تقدر تشغل الإنترنت وتشوف المسابقة، وبيتصدم صديقه من الخبر وبيتصدمه أكتر لما بيشوفوا صورته وبيعرفوا إن المسابقة عبارة عن صراع حياة أو موت. ومع الوقت بيتقابل المسجون مع مراته اللي كان بيدور عليها، لكن بيشوفوا ساعتها المسجون جون وبيدخل في قتال معاه، وكان المسجون بيضرب جون بعنف علشان يحمي مراته ويقدر يتغلب عليه، وساعتها بيسمع صوت مراته وهي بتصرخ وبيتعصب جدا لما بيشوفها مع الصيني، وبيستغل جون الفرصة وبيضربه بخشبة وبيكسر رجله وبيربط ايده في الشجرة وبيعذبه مراته قدامه وبعدها بيقتلوها. ولما بيرجعوا للمسجون تاني بيتفاجئوا انه قدر يهرب منهم، وبيشوفوا بعدها جاك وهو قاعد لوحده وحزين علشان قتلوا مراته قدامه، وبيطلب من جاك يساعده ويقتلوهم مع بعض لما رجله تتحسن. وساعتها جاك قال له انه شاف برج مراقبة في اخر الجزيرة وقرر يروح لهناك علشان يتكلم مع مراته ويطمن عليها، وبيلاقي قطعة حديد في المكان وبيحطها في الحزام اللي في رجله علشان يعمل تشويش ويمنعهم يراقبوا تحركاته. وتصرف روبرت لما المسؤول عن الشبكات قال له ان جاك اختفى من على الشبكة ومش هيقدروا يعرفوا مكانه، وبيتكلم معاه بعدها المخرج وبيفهمه انه كان بيراقب جاك من الكاميرات لحد ما وصل للجزء التاني اللي هم موجودين فيه من الجزيرة، واتقطع التواصل عن طريق الكاميرا لانهم اكيد مش هيركبوا كاميرات في المكان بتاعهم. وبيوصل جاك للمكان بتاعهم وبيضرب الحارس اللي واقف على الباب، وبيقدر يدخل وبيطلع لبرج المراقبة وبيضرب الشخص اللي موجود في البرج وبيفقد الوعي في ساعتها، وبعدها بيتصل بمراته سارة وبيعرفها انه عمره ما تخلى عنها وان الظروف هي اللي فرقت بينهم وانه هيرجع لها من تاني علشان يعوضها عن الوقت اللي كان غايب فيه. وبيعرف ان روبرت وصل عند البرج مع الحراس وبيشوف الاحداثيات بتاعه الجزيره وبيقول لها الارقام بتاعتها علشان تبلغ المباحث الفيدراليه وتقول لهم على المكان، وبيتقطع ساعتها الاتصال وبيطلع الحارس بتاع روبرت وبيضرب عليه نار، لكن بيقدر جاك ينط للناحيه الثانيه من الجزيره وبيرجع علشان يكمل المسابقه، وبيتضايق ساعتها الحارس وبيحاولوا يطردوه بسرعه لكن محدش بيقدر يلحقه. وفي نفس الوقت ده بتهجم البنت الأفريقية على المسجون الأفريقي وبيدخلوا في قتال مع بعض، لكن بيقدر يسيطر عليها وبيفهمها إنه مش هيقتلها، وبيدخلوا الاتنين لكهف وبيتكلموا مع بعض عن حياتهم قبل السجن، وبيقول لها إن سبب دخوله السجن كان خيانة حبيبته ليه وإن هي اللي بلغت عنه. وفي وسط كلامه معاها بيلاقيها خرجت من الكهف وبيتفاجئ بإنها ضغطت على الزرار الأحمر في الحزام بتاعه قبل ما تهرب، وبينفجر الكهف بيه وبيموت في ساعتها. وبيفرح الفريق بتاع روبرت جدا علشان بسبب اللي حصل في المسابقة وصلوا ل 28 مليون مشاهدة. ولما بيرجع جاك بيتفاجئ بجون والصيني وهم بيضربوا المسجون وبيعذبوه في الناحية التانية من الجسر اللي واقف عليه،
وبيتعصب عليهم وبيطلب منهم يسيبوه عايش، لكن بيتكلم معاه جون باستهزاء وبيقول له انهم لسه في البدايه، وبيصوب القوس على المسجون وبيضربه بالسهم في صدره وبعدها بيحرقوه. وبيتضايق جاك جدا من الموقف وبيفهمهم ان اللعبه ابتدت وانه هينتقم منهم، وبيمشي بسرعه من قدامهم. وتاني يوم بيشوف جون وهو واقف فوق سور عالي وبيراقب الاوضاع من فوق، والمسجون الصيني كان تحت السور وبيحاول يراقب المكان هو كمان على امل انه يلاقي جاك. وبيكسر جاك حديد وبيربطه في ايده علشان يصد ضربات الاسلحه، وبياخد خشبه كبيره من الارض وبيهجم على الصيني بكل قوته، وبتقوم معركه شرسه بينهم. وكان الصيني بيحاول يقاوم قدامه، لكن جاك كان اقوى منه بكتير وضربه اكتر من ضربه ووقعه على الارض وقدر يتغلب عليه. وبينزل ساعتها جون وبيصوب الاسهم على جاك، وبيهرب جاك بسرعه وبيدخل في الكهف اللي قدامهم. وساعتها بيتفاجئ بالبنت الافريقيه وهي مصوبه عليه السكينه، وأول ما خد منها السكينة صوب عليه جون السهم، لكن بيجي في البنت وبيرمي عليهم الصيني البنزين وبيحرق المكان كله بالنار. وبيلاقي جاك باب تحت الأرض وبيطلب من البنت تدخل معاه بسرعة قبل ما تموت، لكن بتقرر تستسلم وبتضغط على الزرار الأحمر علشان تموت. وبينزل جاك من الباب بسرعة وبينفجر المكان كله وبيحصل انفجار رهيب، وبيتصدم كل المشاهدين لموت جاك واللي كان منهم سارة مراته. وبيقف جون قدام الصيني علشان يحاربوا بعض، لانهم كانوا فاكرين ان جاك مات وان مفيش حد غيرهم عايش. وبيصوب عليه جون السهم وبيهرب الصيني من قدامه، وبيتفاجئ بعدها بجاك وهو بيضربه وبيوقعه على الارض. وبيفرح المشاهدين ان جاك لسه عايش، وبيحاول الصيني يقاتل قدامه، لكن جاك كان متدرب كويس وقدر يتغلب عليه. وبيجي جون وبيهجم عليه بالسيف هو كمان، لكن جاك بيضربه وبيتغلب عليهم هما الاتنين. وبعدها بيقفوا مع بعض وبيحاولوا يهجموا عليه في وقت واحد، لكن جاك بيتفادى ضرباتهم وبيضرب جون وبيوقعه على الارض، وبياخد السكينه من الصيني وبيطعنه بيها في بطنه وبيقتله في ساعتها. ولما مش بيلاقي جون بيجري بسرعه علشان يطارده، واول ما بيوصل عنده بينط جون في البحر من فوق الجبل علشان يهرب منه. وبيشوف الناس كلها اللي بيحصل وهم مصدومين، وبيتصدموا اكتر لما بينط جاك هو كمان في البحر علشان يكمل الحرب معاه وينتقم للمسجون اللي عذبوه. وساعتها بينزل منطاد من السماء للمكان اللي موجود فيه جون، وبيلاقي فيه شنطه وموجود فيها بندقيه ورصاص كتير، وبيظهر لجاك وبيتحداه وفجاه بيضرب عليه نار. وبيهرب جاك بسرعة من قدام وبيستخبى ورا الصخور، وبعدها بيهرب وبيطاردوا جون، وبيبعت روبرت 2 للمكان علشان يصوروا كل حاجة بالكاميرات من قريب، لكن بيشوفهم جون وبيقتلهم وبياخد السلاح الرشاش اللي كان معاهم. وبيتفاجئ بعدها بجاك وهو بيهجم عليه وبتقع الأسلحة من إيده، لكن بيقدر يفوز على جاك في البداية وبيوقعه على الأرض وبيفضل يضربه. وبيستعيد جاك قوته من تاني وبيضربه بعنف هو كمان، وكان هيتغلب عليه. وبيلاقي جون ساعتها السكينة وبيضربه بيها في كتفه، وبعدها بياخد البندقية وبيصوب على جاك بكل قوته، وبيقع جاك في البحر من فوق الصخور وبيموت في ساعتها. وبتتصدم سارة وكل المشاهدين وبتزعل جدا على موت جوزها، وبتنتهي المسابقة. وبيشوفوا بعدها عرض على التلفزيون كانت بتعرضه صحفية عملت لقاء صحفي مع روبرت قبل المسابقة، وبيبان في العرض قد ايه هو شخص طماع وسيء ومش مهم عنده أي حاجة غير إنه يكسب فلوس كتير. وفي نفس الوقت ده بيتكلم المساعد بتاع روبرت معاه وبيقول له ان الجيش الامريكي قدر يعرف مكانهم وهيبقى موجود خلال ساعه، وبيقول له روبرت يجهز المروحيه بتاعته ويستعد بسرعه علشان يهربوا من غير الفريق بتاعه. وبيوصل بعدها جون للمقر بتاع روبرت وبيشيل الحارس الحزام من رجله وبيعرفه روبرت انه بقى حر، وبيفرح جون بالخبر وبيسال روبرت عن الفلوس اللي هيكسبها، وبيتضايق جدا لما روبرت بيقول له انه مش هياخد فلوس وهيبقى كفايه قوي عليه الحريه. وبيكون جاك ساعتها في الغابة عند البحيرة وبيعاني من الإصابات اللي كانت عنده، وبنكتشف إنه كان فقد الوعي وإنه لسه عايش. ولما جون فهم إن روبرت خدعه ومش هيديله أي فلوس بيهجم على الحراس اللي كانوا معاه وبيقتلهم، وبياخد منهم سلاح رشاش وبيدخل على الفريق بتاع الإخراج وبيسألهم عن مكان روبرت. ولما محدش بيرد عليه بيقتل واحدة منهم وبيسأل الباقي، ولأن مفيش حد منهم كان يعرف إن روبرت قرر يهرب فمحدش كان عارف هو فين. وساعتها قتلهم جون كلهم وما سابش حد منهم عايش. وبيشوف بعدها السكرتيرة بتاعت روبرت اللي كانت مش موافقة على المسابقة واللي بيحصل فيها، وقبل ما يقتلها بيتفاجئ بجاك وهو مصوب عليه السلاح الرشاش، وبيسيب السلاح بتاعه وبيقعد على الأرض وهو مستسلم. وبيتكلم مع جاك وهو بيترجاه يسيبه عايش، وبيفهمه إنه ما طلبش من حد يدخله المسابقة، ولو مش هيقتل يبقى هيتقتل وما كانش عنده حل تاني. وفهمه إنه هو كمان كان جندي سابق في الجيش وعمل حاجات وحشة كتير في حياته لكن كلها كانت غصب عنه. وساعتها مهتم جاك لكلامه وصوب عليه المسدس وقتله في ساعتها.
وبص للسكرتيرة بعدم اهتمام وسابها ومشي. وأول ما خرج من الخيمة فضل يطارد روبرت بأقصى سرعة علشان يلحقه قبل ما يوصل للطيارة، لكن بيوصل روبرت وبيركب الطيارة، وبيوصل بعدها جاك وبيضرب رصاص على الطيارة وبرضه مفيش حاجة بتحصل. وساعتها بتوصل السكرتيرة وبتدي له حزام ناسف علشان يرميه على الطيارة، وبيفهم جاك وبيرمي الحزام في الطيارة بكل قوته، وبيتصدم روبرت من الموقف وبتنفجر الطيارة وبيموت هو كمان. وبعدها بتدي له المفتاح بتاع الحزام اللي في رجله علشان يحرر نفسه، وبياخد منها جاك المفتاح وبيقف لوحده وهو مش مصدق انه لسه عايش بعد كل اللي حصل. وبعد فترة بيرجع للبيت بتاعه وبتتصدم سارة أول ما بتشوفه وبتقف قدامه وهي مش مصدقة إن جاك لسه عايش، وبيفرح جاك لما بيشوفها وبيقرر يبدأ حياة جديدة وينسى المسابقة واللي حصل فيها. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الأفلام يشترك ويفعل الجرس.